اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، استاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، الله يخليك. استاذ محمود صبري ناقدنا الرياضي الكبير واستاذنا طبعا، استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن زحمه كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، منور الدنيا. لسه ما قلناش حاجه، لسه ما قلنا حاجه، لسه مركز معاك. ناقدنا الرياضي الكبير طبعا واستاذنا الاستاذ سامي عبد الفتاح. ازيك يا استاذ سامي؟ مساء الخير يا كابتن، وحشنا كتير. ربنا يخليك يا استاذ سامي. ايضا ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، شرف منور، ربنا يخليك كابتن. طيب خليني ابدا مع حضرتك يا استاذ جمال. وانا الحقيقه النهارده كنت بتكلم في قصه جدول الدوري العام المصري، لماذا لم يتم الاعلان، او لماذا لم تتم قرعه جدول الدوري العام المصري حتى هذه اللحظه من وجهه نظرك؟ على الرغم من الموضوع بسيط، الم الناس، نعمل قرعه، الناس تبقى عارفه. وجهه نظري انه عدد المباريات او تقل المباريات بيفرق كتير مع المدير الفني. بدايه الدوري لما لعب الاهلي خلاف ليفربول، لما ليفربول يلعب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام وتشيلسي، غير لما يلعب فرق تانية. طبعا فانا بشوف ان ليه، ايه اللي مأخر قرعه الدوري حتى هذه اللحظه؟ هو انا بتفق مع حضرتك انه الموسم اللي فات كان افضل نسبيا مع رابطه الانديه. نعم. واحنا بنتمنى لهم طبعا المزيد من التوفيق. مظبوط. وده اللي احنا عايزين نشوفه هذا الموسم، انه يبقى البداية واضحة ومحددة، بداية المسابقة ونهاية المسابقة، والتوقفات على ضوء الارتباطات الأفريقية والدولية تبقى باينة من البداية. وبتفق معاك برضو كابتن إسلام في إيه اللي معطل إجراء قرعة المسابقة. لأن دي على الأقل، على الأقل كما يحدث كل موسم، بتعلن وممكن يكون المواعيد نفسها بيبقى خاضع للتغيير. اتمنى انه يكونوا هم بيحاولوا ان هم يضعوا جدول منتظم للمسابقه من البدايه، لان زي ما قلنا الانديه المصريه وبالذات النادي الاهلي عانى الكثير خلال المواسم الاخيره من عدم الانضباط وعدم انتظام المسابقه وتضارب هذه المسابقه اللي هي اساس الكره المصريه مع الارتباطات الأفريقية الأخرى. تمام. والعالمية. فبالتالي أنا بتمنى أن يتم هذا في أقرب وقت ممكن، زي ما قلت حضرتك، لأنه المدير الفني النهاردة الأندية بتصرف كتير جدا على الاستعداد للموسم. أيوه. بالاتفاق مع مديرين فنيين وهكذا، فيجب أن يكون الصورة كلها واضحة من البداية عشان المدرب يقدر يحط السيستم او النظام التدريبي والاحمال التدريبيه وفقا لهذا البرنامج. مظبوط. فنتمنى ان ده يتم في اقرب وقت يعني. طيب استاذ محمود اللي هو ثروت سوينم عضو الرابطه امبارح او اول امبارح في تصريحات ليه قال ان القرعه هتكون قبل اسبوع واحد فقط من بدايه انطلاق الدوري، من وجهه نظرك ليه؟ سؤال برضو، سؤال مهم جدا برضو. هو كان يعني بالرغم انه الرابطه عملت موسم هنقول عليه مميز وهنشجعهم وندعمهم، لكن كنت شايف انه يبقى فيه فرصه انك انت تعمل حاجه مختلفه السنه دي، انك انت تفاجئ الناس بعد ما انتهى الموسم ان خلاص يا جماعه ده احنا الجدول والقرعه جاهزه عندنا ومسكنه وثابته، وانا عندي جدول وعندي جدول طوارئ وبالمواعيد. بالمواعيد. انت بتقول لي دلوقتي انا هبعت للاتحاد الدولي، اقول له يا اتحاد الدولي انا عاوز العب الدوري بتاعي وانا ما يعني منتخب مش مشارك في البطوله. طب هتلعب الدوري ولا تلعب الكاس؟ برضه في كاس، قال لك برضه انا نستفتي الاتحاد الدولي، هل في يمكن احنا نلعب الكاس كمان في توقف نوفمبر؟ دي قصه ثانيه هنتكلم فيها. انا بقول لك يعني انا بكلم يعني هو انت دلوقتي لا ممكن يقول لك الملاعب مثلا. انا لما سالت انا النهارده لما قلنا هنتكلم في هذا الموضوع، اتكلمت مع عدد كبير من المديرين الفنيين اللي موجودين في الدوري العام المصري، لقيتهم بيقولوا لا طبعا كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن. طبعا ملاعب اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز وبتاع من بدري غير لما لاعب فرق ثانيه. فبالتالي ليه يعني ليه اشمعنى اسبوع؟ انا على فكره عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا بالصدفه شوف انت طرحت الموضوع، انا النهارده كنت بتكلم مع حد في اتحاد الكوره وسالته قلت له ليه جدول الدوري لغايه دلوقتي لم يتم الاعلان؟ ليه لما يتعقل القرعه بتاع الموضوع؟ ايوه كان المفروض يعني على الاقل ايه يعني مثلا خلاص معدى الوقت منتصف سبتمبر ودخلنا دلوقتي خلاص الشهر خلاص خلص كده، طب ليه ما يكونش على اول اسبوع؟
يعني في عندك اسبوعين والناس يعني خلاص الجدول ما يعني محسوم بطريقتي، هل هتعيدها بطريقه قرعه موجهه ولا هتعمل بطريقه اللي زي ما عملت؟ لا هو اتقال هتبقى حره، هتبقى حره وكده. فانا عاوز اقول لك ايه، انه من الحاجات الاساسيات اللي انت بتحافظ عليها انك انت زي ما انت برضو قلت يا كابتن واشرت لي ان الدورات الاوروبيه، ده عاوز اقول لك انه الدوري اللي جاي معروف معروف مش عايز ابقى كده، اتمنى طبعا طبعا يعني عاوز اقول لك هي كانت فرصه بالنسبه يعني للاستاذ احمد دياب والمجموعه اللي معاه ان هم يعملوا الحاجه المختلفه. يعني ايه؟ انت خلاص تنزل بالبروجرام كله بتاع الموسم، الدوري وكان في كمان كاس الرابطه شكله هيبقى عامل ايه في النص، وكاس مصر عامل ايه وهنعمل ايه والدنيا وايه التغيير والجديد اللي هتضيفه، ولا ولسه وكمان الحديث عن اللائحه الجديده والشكل والتحكيم والفار. يعني عاوز اقول لك ايه، في قصه كبيره جدا كان يتوجب ان هو يبدا العمل فيها والكلام فيها، خاصه انك انت بتسعى بعد ما الانديه عملت يعني على ما اعتقد موسم، انديه عملت موسم متوسط في انتقالات، في انديه عملت موسم كبير جدا، في انديه شافت ان هي محتاجاه 1 2 3 4، في انديه جابت تدعيمات بحوالي 8 ل 12 لاعب. كمان انت ايضا لو كان لابد انك انت تكون سباق في انك انت تدي اشاره، لا انا عندي موسم مختلف، انا بعلن اهو 15 سبتمبر او 1/10 خلاص موعد اعلان قرعه مسابقه الدوري وشكل الموسم الجديد هيبقى ايه، وعندي جدول طوالي انا محتفظ بيه لو حصل اي ظرف، او لو الاتحاد الدولي وافق لي ان انا هعمل هكمل الدوري ازاي. طب لو كملت الدوري لو الانديه دي فيها لعيبه محترفين تلعب في منتخباتها في بطوله في المونديال هيبقى شكلك انت عامل ايه، ايه الموقف ايه بالنسبه لك، برده من الحاجات اللي بتبقى موجوده. لكن خلاص يعني هو يعني ما يبدو انه قضي الامر، وانه بيقول لك خلال اسبوع زي ما انت قلت يا كابتن كده، زي ما ترد عليا، لا ترد عليا اه ترد عليا ان خلال اسبوع هيتم عمل ايه القرعه واعلان خلال اسبوع من دلوقتي. خلال اسبوع من دلوقتي، خلال اسبوع ده يعني خلاص يعني نرجو انه يكون التاخير ده بسبب اللي انا اشرت ليه اللي هو التاكد من المواعيد. ماشي، يعني اعلان جدول بمواعيده، تاكد جندات يعني، لا يعني مش جدول جندات في القاريه والعالميه. انت فاكر في الجغرافيا زي لا عارف الخرائط، عارف الخرائط الصماء؟ لا كانوا زمان بيعملوا لنا خرائط لا. لا. مش مكتوب عليها حاجه واحنا نكتبها. لا احنا عايزين جدول معروف وبالمواعيد، عشان مش عشان احنا، عشان المدربين يعرفوا يشتغلوا والفرق تعرف تشتغل، وبرضه احنا كمان نبقى بنستمتع بالمشاهده يعني. ولا ايه؟ ولا انت عايزها صامته؟ هو التاخير ده مش مفهوم يا كابتن اسلام بصراحه. يعني من بدري الدوله توقف في شهر اغسطس 30 يعني قدامنا شهرين مش عارفين في وقت يعني. حاجه غريبه جدا يعني دي مش مفهومه. ليه؟ في ارتباطات منتخب اولمبي ومنتخب مزبوط. شباب منتخب اول واربع انديه بتشارك في بطولات دوري ابطال افريقيا. لازم الحاجات دي كلها معروفه واضحه، ده واضحه حاجات كده، وكل الحاجات دي متسكنه واضحه، والجدول السكن من بدري يعني حصل الكلام ان هيكون قرعه مفتوحه وسهله ومش متاحه يعني مش هيبقى في توجيه وبعد. وده على فكره ده الافضل يا استاذ سامي، ده الافضل طبعا. ايه سبب التاخير؟ يعني حاجه تؤخذ على الرابطه، انا شخصيا يعني سؤال يعني بيوجه للرابطه يعني تؤخذ على الرابطه ان هو عايزين رابطه انديه محترفه. لازم يكون فكر احترافي طبعا، الفكر الاحترافي لازم موجود على الترابيزه. واحنا عندنا 7 مدربين اجانب دلوقتي غير المدربين الاجهزه الفنيه بالمنتخبات. لازم يبقى عارفين هم بيشتغلوا ايه، بيعملوا ايه. عايزين نطور الكره المصريه يعني محتاجه تطوير حقيقي على الارض بعد الاخفاقات اللي حصلت. وكمان يا استاذ سامي بعد اذنك كابتن اسلام، انه ده يفيد المنتخبات برضه طبعا طبعا. يعني أكيد. انت في الاول وفي الاخر عايز مسابقه كويسه ومحترمه، لكن لما انت هتعمل هذا التنظيم الدقيق انت بتريح اللعيبه وبتنظم جهدهم تمهيدا لاشتراكهم بقى في المنتخبات الاولمبي والمنتخب الاول مثلا. احنا بنتكلم يعني بعد اذنكم اكن في اختراع جديد اسمه الكوره، فعمالين ندور يا ترى والله يا سيدي انا ازاي نريح المنتخبات. انا نتمنى
ان احنا نواكب العالم، بدام اكتشفنا حقل كرة قدم عندنا نطلع منه بقى من الابار دي الكرة ونشوف الناس دي بتعمل ايه. عالم زمزم، عالم زمزم. لا الحقيقة الموضوع ماسخ وفعلا كوميديا سوداء، وناس طبعا كل واحد عنده شغلتين ثلاثة الله يعينه، لكن الرابطة عشان تبقى رابطة حزمة يعني لازم يبقى عندها حزمة تانية محترفين دي شغلتهم، مش هم يقعدوا كل واحد يفيق علينا انه بيعرف يجيب مسطرة عشان يعمل عدد المباريات، والتاني عشان يرسم لاعبة نقط مش عارف كام، الاول التاني التالت الرابع. الموضوع الحقيقة يعني من مش قادر اقول من السخف بمكان، لكن من التقليل من حجم كرة القدم بما فيه سؤال للفيفا، هل يجوز ان احنا نلعب كرة القدم في اثناء مونديال هيتعمل؟ في استثناءات بتحصل. مستحيل. لا لا مستحيل يا كابتن. لا لا حصلت. مستحيل يا كابتن. طب هتعمل ايه؟ الدوري يقوم على فكرة المنافسة، المنافسة اللي هي فيها كل ضوابط المنافسة. مزبوط. يعني ما ياخدوش من الاخبار جمال الزهيري ومن دار التحرير الاستاذ سامي ومن الاهرام الاستاذ محمود صبري، وانا ممثلا مثلا للقطاع غير اللي هو الغير القومي او كده 24 ما انا بقول يعني لا ما كلكم مستقلين ما شاء الله، لكن الفكره في ايه؟ ان انت بعد كل ده هننافس بعض ازاي؟ وده عنده اتنين لعيبه راحوا هيقول له بقى تعالى على ادخن اتنين لعيبه عندك وشيلهم مثلا، احنا مش بنلعب شطرنج يا كابتن. ما هو ده السؤال اللي انا وضحته للاستاذ عامر حسين. إذن هو ده اللي انا كنت اتمنى. وعلى فكره ان حد يقول كده يا كابتن يعني اسلام لا قد يكون هناك استاذ سامي، احنا مش قليلين. الدوري يقف زي ما يقف يا استاذ سامي. يا استاذ سامي اجنده الكوره في كل العالم بالموسمين والثلاثه وفي الدوري الانجليزي اربعه. تمام. انت بقى امتى تبقى على قدم وساق زي ما حضراتكم قلتوا مع منظومه على الاقل تساوي افريقيا حولنا؟ يعني انت لو سالت في اي بلد في المستوى بتاعنا في قارتنا احنا بس على الاقل او في منطقتنا العربيه هتلاقي الجداول اعلنت والكاس اذا كان باسم الدوله او باسم الساده الملوك والامراء حسب يعني بيبقى برضو موجود في الدول الملكيه. ده طبيعي جدا انه بيتعمل، وده طبيعي جدا انه بيتعمل. احنا لو جبنا برنامج زي ده من 30 سنه هتلاقوه بيقول احنا نتمنى ان الدوري يتعمل، ونتمنى ان احنا ننتظم، ونتمنى ان يبقى عندنا كاميرات، نتمنى ان يبقى عندنا دوري دائم المنافسه، ونتمنى ان الحكام يبقوا حكام عادلين والنقد يبقى نقد والحكم. خلي بالك احنا بنتكلم في الموضوع زي ما انت قلت وكاننا حاجه جديده. لا يعني هو جديد ولد دوري. بس هقول لحضرتك حاجه يا استاذ جمال، هي قد تكون يا استاذ عصام انه ان احنا ما فيش بلد في العالم بتخلص الدوري بتاعها 30/8. ايوه. فبالتالي انت حاجه جديده يعني خدوا اجازه مثلا مش قادرين يشتغلوا ولا بعد اسبوعين. دي جديده اللي انت فيه ده جديد ان الدوري يخلص 30/8. مال ده يا كابتن؟ مال ده يا كابتن؟ ومال وضع الدوري؟ انا هقول لحضرتك مش انت قررت ان الموسم الجديد يوم كذا اكتوبر؟ قالوا 15 او 16 كده. بص 15 او 16 ماشي حسن. انا مع رقم مثلا يعني مثلا يا سيدي خليه 15 اما انا قلت لك كذا اكتوبر. ايه بقى اللي مضايقهم عشان خلصنا في 30/8 او 30/7؟ ايه اللي خلاهم يوم 36/7 ما عملوش الجدول؟ غريبه برضه. خد اسبوع ده انا بقوله واعمل الجدول. لا ما انا مش بقول لحضرتك. لا عارف هو ممكن يكون ايه البعض على فكره ده مش مسؤولين. انا لما جيت اتكلم قلت اشوف الموضوع اللي يهم برضه عدد كبير من الانديه المصريه. فكلمت عدد كبير من المديرين الفنيين فتقال لي طبعا ليه لا؟ ليه مش قبلها بيوم؟ مش قبلها مش ليه لا؟ ده في خطوره يا كابتن على الفلوس. الفلوس دي انت مستثمرها في نجوم كره قدم، لا يمكن انهم يتدربوا اللي هيلاعب عيش غير اللي هيلاعب ام الخير، وبالتالي هؤلاء المديرين الفنيين اللي بندفع لهم بالعمله الصعبه، وكره القدم سلعه مكلفه. وبرضه في انديه زي النادي الاهلي بتقدر تكسب بس في اقتصادياتها، فما ينفعش انت تحط الراجل على غماه. طب ممكن اقول لك خد بس معلومه صغيره، خد معلومه. طب ممكن يكون هم اتاخروا عشان دلوقتي انت المطالب في الموسم الجديد انك تلعب مباريات بالنهار الساعه 3 العصر في ظل المطالبات توجه الدوله انك انت دلوقتي هتحدد هيلعب ثلاث مثلا من عاوز تعمل تساوي. تمام. وعاوز تعمل مباريات ثلاثه وخمسه وسبعه هيبقى اخرك كده. بص ثلاثه خمسة سبعة مباريات ثلاثة. طيب عاوز ممكن يظبط هيلعب مثلا في اليوم كم مباراة؟ ممكن يلعب في الساعة 3 العصر ثلاث مباريات وخمسة يلعب اثنين
او انا بكلمك هل ده ابلكيشن ممكن نبنه في مدرسه بمصاريف اي ابلكيشن هيعمل له ده؟ انا لا انا انا بخفف بس الاول يعني عشان احنا انا بكلمك هل ممكن يكون ده هو السبب؟ خد هو خد دوري بقى المره دي هو ده السبب. لا يعني هل دي هل ده ممكن يكون سبب يعني عظيم تكون؟ لا هل ممكن تكون فوزير سبتمبر مثلا هنشوف برضه. لا جاي. لا بجد والله لا هو هو في استطلاعات راي بقى حبايب يجوز عشان نتكلم بصراحه مع الناس. ليه هو الحبايب هيخشوا في حبايب؟ انت عايز تلعب الساعه كام وانت عايز تلعب بكره ولا الحد ولا الجمعه؟ حد ورا حاجه يوم الاثنين لو عندك ماتش حضرتك. لا لو كده مش هنخلص كده مش هنخلص. امال هيكون ايه يعني؟ ما تقولوا لي ممكن الملاعب حد ملأ الملاعب مش راضيه تلعب يا جماعه؟ حد يقول بس هو لازم دلوقتي يحدد يا كابتن. طب خليني اتفضل 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 يا كابتن. انا بضحك على الكلام يعني اللي هو بيقول استاذ عصام. الملاعب قد يكون حتى هذه اللحظه وده اتقال لي من بعض المديرين الفنيين ان هناك بعض الفرق لم تحدد ملاعب وبالتالي انا عملت القرعه ما بين اسلام وعصام طلعت المباراه الاولى عند اسلام خلاص الاثنين بيلعبوا في ملعب واحد استاد اسكندريه. لا استاد اسكندريه اللي يفتكروا ان انا اي استاد يعني اي اكس من الاستادات استاد اكتوبر اي استاد في الدنيا خلاص والاثنين بيلعبوا هتعمل ايه؟ هنحي استاد اكتوبر اخليه ده الناس بتعمل قرعه بره بالارقام لغايه ما فرق توصل. لا ما ده اللي انا قلته برضه مش هيقدروا يعملوا الملاعب بالارقام وبرمزيه الحروف اصل ما فيش حاجه ما اتعملتش قبل كده. احنا مش عايزين مخترعين. صح برافو عليك. احنا مش عايزين مخترعين ما ده اللي بقوله لك اي حاجه حطوها حتى يعني السبب مثلا نسمع بعض بس عشان هتطلع من الناحيه الثانيه اي حاجه هتحطها في الخلاط هتطلع صح. 20 سنه واحنا في الفيلد ده كانت مباراه تلعب العصر اوكي كانش فيه مشكله خالص. كان الدوري 16 و18 لا كلهم كانوا بيلعبوا جمعه بس كان ماتش او ماتشين اللي بيتذاعوا ماشي كانوا بيتعادوا على يومين ما الكاميرات زادت ايه المشكله يعني لو على دي الكاميرات زادت وعربيات الاذاعه زادت اسكو المحله نفس العدد يا استاذ سامي يا مره الدوري وصل 18 ومره وصل 20 كان دايما الاجوان بتيجي ساعه صلاه العصر ساعه صلاه الاهلي مصطفى عبد كابتن مصطفى يطلع و فضل شايف سبب للتكرير. انا الحقيقه ما عنديش فكره انا قلت يمكن حضراتكم يبقى عندكم فكره. لا وزي هل يعني انا مثلا بقالي 40 سنه ولا 45 بلعب كوره او يعني كنت بلعب يعني لكن انا الحقيقه دايما لما كنت بسال هو ليه دايما بنستنى لغايه قبل الدوري باسبوع؟ في نقطه نظام هنا كابتن. اتفضل يا استاذ سامي. حصل ان فور انتهاء الدوري ان اتقال يبقى على دور واحد. لا لا ده اتحدد من زمان الوضع. دي حسمت بقى المفروض. اتقال نفس الكلام السنه دي يعني؟ السنه دي. قال انه دور واحد عشان كاس العالم اختيار شكل المسابقه يعني؟ بس دي حسمت بس حسمت الانديه رفضت. فيعني الرؤيه هل هي واضحه بشكل دقيق ولا مش واضحه؟ لا هو في حاجه بقى غايبه عننا احتمال لان احنا في 100 سنه كوره يكونوا عايزين يعملوا مفاجاه والله يكونوا عايزين يعملوا مفاجاه اللي زي عيد الميلاد يعني فايه الجدول يعني يخش عليك بجدول على مصر لا اللي هي التورته يعني بتتطير والله ما ممكن لان بنقول كلام يا جماعه في ناس بتحترمنا وبتستنى نقول لها كلام مين اللي بيقول كلام احنا بنحاول نجد كل الامور انا بنحاول نخش في دماغ اصل مش خناقه عشان الناس برضو كل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور اللي بيتفرج علينا بيتفرج عليكم جماهير من كل حته لكن انا مش بتكلم ان هي مش خناقه انا عايز اصل ان احنا لماذا لم يتم عمل القرعه حتى هذه اللحظه ليه؟ هل هناك اسباب منطقيه حضراتكم بتقولوا ان لا يوجد اسباب منطقيه وبالتالي ده اسئله بنسالها للمسؤولين في الاتحاد المصري واذا ما حدش رد بقى لا بيردوا لا معظمهم بيردوا لا وفايده ده ايه يا كابتن ما اكدبش عليك يا استاذ عصام الفتره اللي فاتت دي اي حاجه بتحصل مرافعين السماعه وقالوا في 1 2 3 البعض منهم يعني بيتصل وبيتواصل الحاج عامر حسين على فكره لو هو المسؤول تيالي على الموضوع ده وبالتالي لا بيرفع السماعه وبيكلمني يقول لي يا اسلام ده في 1 2 3 والموضوع 1 2 3 ولو كده هبلغ حضراتكم برضو ايه اللي حصل في هذا الامر وبالتالي انا بس كنت بحاول اوصل هل هناك شيء منطقي يخلينا نستنى قبل الدوري باسبوع لا مفيش منطق مفيش حاجه منطقيه مش مفهوم اوكي بس بحيث لما يعني لما الناس تتكلم بس كل حاجه واضحه الرؤيه الرؤيه واضحه الا اذا كان هناك امور
برضو اصل هو ممكن يجي يقول لي ايه هتفرق معاك انت في ايه كنادي اي اكس لا بس ايوه بس لا تفرق ده بيتكلم فيه برضه اتفضل تفرق مع كل الانديه بيقرا الجدول المدير الفني بيقرا الجدول كويس تفرق اصابات وتفرق منافسه اصابات عارف منافسه هيحط هو وضع طبيعي اشتغل انا بحاول اقفل كله انت فاهم بحاول اقفل اشتغل بمين في الاول ومين اللي هيديله يعني قوة الماتشات وتدرجك وده مهم جدا برضه يا استاذ سامي على فكرة ان انت تعمل لنفسك بلان كمدرب انت هتلعب ازاي ما انت هتمسك الجدول قدامك وانت عارف مستويات لا انت عارف مستويات الفرق اللي هتواجهها ايوه بالظبط فلابد ان انت كمان ما تقولوش ايه ما تفاجئوش خلوا الاجانب يعني ما تفاجئش الله ونعم الوكيل يا راجل يعني الاجانب نفسهم بيتحاسبنوا على النظام الكروي يعني فيتوريا طبعا يعني مش ممكن يعني فعلا مش ممكن انت بتتكلم اولا ما يحدث هو يعني اساءه مصر لا لكن للكره المصريه يعني يعني يا جماعه الناس دي بتيجي على هيبه وطله للبلد دي خاصه بعد اللي بيحصل فيها والراجل بخ كان هنا وفي حضره السيد الرئيس يقول كلام عن مصر يعني كلام يليق بمصر فعلا وان كادت ان تتوقف الرياضه في العالم لولا اقامه بطوله العالم لكره اليد هنا والفقاعه تؤخذ لليابان كوبي بيست زي ما الشباب بيقولوا نسخه واحده وتقام دوره الالعاب ويشكروا السيد الرئيس ما هو كره اليد دي وراها ناس برضه ما بيقولوش ليه الساعه 3 والساعه 2 وعندنا كام صاله وعندنا كام فسحه 11 الصبح ولا بالليل وبعدين كل الحاجات دي ما هو المفروض العاملين في مجال كرة القدم وفي مقدمتهم الحاج عامر حسين اللي هو عارف كل الظروف يعني مش حاجة جديدة بالنسبة له طبعا. هو يعلم طيب تماما يعني أنا بحاول إيه المشاكل بس إن أنا أقفل كل الأسئلة لا من حقنا نتساءل يعني من حقك تطرح السؤال على فكرة برضو هي ليست خناقة يعني الأساتذة طبعا أساتذتنا وهم أدرى مني بهذا الكلام لكن هي مش خناقه هي يعني خناقه يعني ان هو يزعل من كلامنا ليه هو كله ما اعرفش ليه ما انا مش فاهم برضه حضرتك هو مش ممكن حضرتك تيجي في يوم من الايام هم حطوا علامه استفهام طب هو دخل عمل علامه استفهام انا ذنبي ايه هو مش يعني قادر يعني مثلا الشغلانه دي خلاص هو حضرتك لو سمعت تصريح طالع من مؤسسه اتحاد كره القدم وبعدين بعدها بيومين سمعت عكس التصريح اللي طالع الاولاني اللي طالع من مؤسسه اتحاد كره القدم وبعدين بعدها بثلاث ايام ولا باربع ايام لقيت ان الحل ظهر فجاه ان هو الحل الاولاني بس كان بطرق مختلفه هل من الطبيعي ان انا لو سمعت تصريح وعكسه تصريح وعكسه عكسه بالظبط ايوه طبعا ان انا انتقد الاداء طبعا مش من الطبيعي طبعا امال ايه يا كابتن اسلام طبيعي ولا مش طبيعي طبيعي يعني لما يتقال ان سيف الجزيري تم قيده لانه لاعب حر مين اللي قال الكلام ده يا فندم اتحاد كره القدم صح وحضراتكم هل كتبت عندك الكلام ده يا فندم على لساني ولا على لسان اتحاد الكوره لا على لسانه مهم طيب لما طلعت بعد كده وقال لك ده بيستكمل العقد بتاعه اللي هو عقد الانتقال الاعاره ما انا اللي قلته ولا اتحاد الكوره صح يعني حضراتكم كلكم شفتوا دلوقتي لما يطلعوا يقول لك ايه لا هو انتقال حر ولكن مش حر لا هو حر بس بقى ما لم يضر حر بس هو حر ما لم يضر ما لم يضر لا هو حر ولكن بمادة في اللائحة اللي موجودة في الاتحاد الدولي لها تفسير ان هو يؤدي ان هو يتم قيده والله العظيم ده الكلام بجد يتم قيده كلاعب حر طيب وطلعت ناس في اللوائح قالوا ان الكلام ده صح خلاص طب يا فندم هو اسلام او حضراتكم اللي طلعتوا قلتوا ان هو حر من الاول وبعد كده رجعتوا قلتوا ان هو مش حر ان هو تكمله العقد والبتاع والمقاولين يطلع يرد ويقول كذا والمقاولين يقول لك انا هو احنا قلنا ولا حضراتكم انتوا كابتن هم اللي الكوره ده هل دي معناها ان انا لما اقول يبقى انا المفروض مني او المطلوب مني ان انا ما اتكلمش حضراتكم كنقاد رياضيين ما تتكلموش نروح بقى يعني فكرنا يا كابتن اسلام بإخفاء جواب الأهلي جواب الكاف اللي هو النهائي الأفريقي استضافة ليه اللعب ده داخل اتحاد الكورة أو الرابطة يعني لا هو اتحاد الكورة لا دي اتحاد الكورة فبالتالي يعني هذا الغموض في أمور حساسة جدا ومهمة جدا بيفقدنا الثقه في القائمين هو ده اللي انا بقوله ولسه ما فقدتش الثقه هو ده اللي انا بقوله ده في قرار
اخطر من الموضوع ده قرار اخفاء خطاب القيد. ايقاف القيد لما اللي قال عليه المهندس حسين قال نجحنا، قال لك نجحنا في الاتفاق مع اتحاد الكوره صحيح في اخفاء اخفاء خطاب القيد حتى تمر الامور. ودي حاجه ده في حد يعني. ذاته قول فيها زي ما انت عايز، دي في حد ذاته ده مش جريمه، ده جريمه منظمه الاركان كانت ومحتمله الاركان وكانت واجب على الجهات المسؤوله تحاسب، ولكن من يحاسب؟ من يحاسب؟ استاذ محمود في قطر استاذ جمال علام رئيس الاتحاد ايوه اللي على فكره الناس دي للامانه اطهار بجد يعني اديهم نظيفه على فكره. استاذ اسامه قبل ما حضرتك بس تكمل اي حاجه احنا بنقولها كلهم على فكره يعني انا اقصد اقول حاجه لكن كلهم اصدقائي واخواتي انا عارف لدرجه يعني كلنا كده عايز انا بضيف لكده كمان واحنا قلنا حاجه دول احنا عايشين في قلنا حاجه لا ده انا بضيف لكده كمان انا بتكلم نيابه عنا ان الجمهور يعني الناس دي فعلا بعيده عن اي شبهات في اليد لكن الاداء لكن الاداء لما انت رئيس الاتحاد اللائحه تعطيك حق استبعاد المدير التنفيذي بل وترشيح اخر مش بس عمل اعلان مش لما يكون يملك القرار يا في قطر ما انا جاي لك اهو ففي قطر الناس بتتكلم عن ربما استضافه بطولات بروتوكولات اشياء من هذا القبيل. استاذ جمال مع الشيخ حمد بن خليفه بن احمد ال ثاني فيفاجئ ان هم بيسموا المدير التنفيذي الامين العام هناك يعني فيقول له بس يعني ناس يعني في مكتب الاستاذ رئيس الاتحاد القطري بس ده قالوا ان الامين العام كان موجود وقال ان كل الاشياء عنده هو مش عند البورد بتاع اتحاد الكوره. فيكتب مذكره هيعرضها على المجلس انه زعلان من ده. ايه ده؟ مين اللي يكتب مذكره؟ السيد جمال علام يكتب يا رئيس هيكتب في وليد هكتب مذكره هكتب في مذكره؟ كتب في مذكره هيقدمها من ضمنها الحاجات الواضحه دي قدمها لمين؟ يعني انت عاوز تقول لي انه الراجل بعد ما ثبت من خلال المستشارين القانونيين اللي اتبعتوا وضيف لك لجنه الشفافيه اللي كلفهم الوزير لجنه الشفافيه وتم حسم الموضوع لجنه الشفافيه ماشي يا ريس ايوه احنا هنروح بعيد ليه؟ الناس كذا وطلعت كذا كذا انا بضيف واضح ما انا صح كلام انا معاك هو مسيطر لدرجه انه بيبلغ الاتحادات اللي حوالينا ان هو صاحب الحل والربط مين هو اللجنه بتاعت لجنه الشفافيه يا استاذ جمال مش طلعت قرار قرار نتيجه التحقيقات الاداره التنفيذيه هي المذنبه وفي ادانه للاداره التنفيذيه مزبوط. انا هفترض حسن نوايا ان الاداره التنفيذيه دي بيرأسها المدير التنفيذي ومعاه عدد من الموظفين ماشي يبقى في حد في هذه الاداره هو اللي اخطا ان لم يكن المدير التنفيذي يبقى احد اطراف لا المدير التنفيذي المنظومه لا المدير التنفيذي ماشي يا ريس ماشي استاذ محمود انا بفترض ايه انه القرار بتاع لجنه الشفافيه طالع بيقول الاداره ما قالش المدير التنفيذي اوكي قال الاداره التنفيذيه والاداره التنفيذيه مكونه من رئيس الموظفين رئيس المدير التنفيذي او مدير ومعاه مجموعه طبعا يعني على الاقل لو انا عايز ابرأ نفسي يبقى في حد غلط عندي عاقبه ويبان العقوبه تعلن ردا على احتراما للجنه الشفافيه انت بتديله مبرر ايوه انا يا ريس انا بدور على مبرر هو بيدور على مبرر علشان يقول ان فيه يعني على الاقل هو يعني ايه اقنعوني اقنعنا بحاجه محدش بيرد ان في نتيجه محدش بيتكلم لهذه الادانه والله الحقيقه معروفه يا استاذ كمل يا استاذ محمود انا مش بدور انا كجمال لا انا بدور ليها حل يعني هو بيقول لك ليها حل يعني لها حل لو انا المدير التنفيذي ومش هعترف ان انا غلطان عندي موظف غلطان رفادته في الاخر هو مفيش حاجه حصل مفيش حاجه حصل يعني في الاخر المدير التنفيذي هو المسؤول تمام يعني بس انا معلش انا هلبسها لحد هو اللي بيدير انا هلبسها لك هو بيدور له على حل يا جماعه على حل من الخيال يعني انا اللي بدور له بيقول لي يا ابني ارجعك تاني كمان يومين يعني هم كانوا يغلطوا في الكلام ده يا ريس نتيجه الكلام ده ايه بقى؟ تكرار الاخطاء هو ده ايوه حتى لو لم يكن خطا اصل هو دلوقتي بيتقال لك ايه؟ ما هو احنا هو يا جماعه لا احنا مش اخطأناش لا اخطأناش في موضوع الجزيره لو كان خطأ كان في سهو الخطاب لكن لما يروح لمعالي الوزير خطأ. وده لا انا مش بتكلم على الخطاب دلوقتي الوزير لما راح له الخطاب واللي خلاه يعني تاكد انه ده حصل لان انا كنت اول حد او من اوائل اللي كلموه قال لا الجواب جاي كده لما راجع الخطاب وقلت له انا برجوك تراجع الخطاب لا الخطاب جاي له من غير البند ده اساسا فده مش خطا السهو وكذا لا ده مقصود مقصود لا ده مقصود مش مقصود مقصود فعلا طيب هنكمل كلامنا في هذه الامور ولكن خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل
نرجع بقى يكون الجدول اتعمل بقى. ممكن يكون الجدول اتعمل صحيح وحد يبعت لنا. نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هو الموضوع الثاني يا اساتذتنا كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو هل حضرتك الاول مع ان احنا نلعب كاس العالم او نلعب الدوري نستكمل الدوري في وقت ما كاس العالم يبقى واقف زينا زي كل الدوريات في العالم، ولا لا على اعتبار انها قد تكون نهاية السنة الاستثنائية اللي احنا بنقولها كل سنة؟ انا عارف ان اسامة مصلح هيرد عليا يقول لي ما احنا كل سنة بنقول استثنائية، بس ماشي السنة دي استثنائية بجد، تبقى اخر مرة خلصت 30/8 وتبقى اخر مرة ان احنا ناخد حاجة استثنائية، بحيث ان السنة الجاية انا اخلص الدوري في 5 خلاص وابدا في شهر 6 بقى او في 7 او في يعني الدوري الطبيعي اللي الناس بتشوفه عادي في وقته. بص يا كابتن، لو في امكانية، هو اللي انا اعرفه ان ده ممنوع اثناء كاس العالم، حصل استثناءات لبعض لو هناك بعض الاتحادات او الدول لو هناك حد في حضراتكم يعني متذكر وقائع. انا هقول لحضرتك لو هناك يعني امل في وجود استثناء، خلاص رابطه الانديه واتحاد الكوره يتقدموا بهذا المقترح من وقت بدري يعني مبكرا. الايام دي المفروض يكون اترفع للاتحاد الدولي بالفعل. كان مين يا استاذ جمال هيعوض الانديه اللي لديها محترفين عن ذهابهم لمنتخباتهم؟ مش فلوس، يعوضهم عن المنافسه مكسوره الجناح. هي صعبه طبعا، ما انا بقول لك ده اولا لازم يكون بموافقه الانديه. اذا وافقت بقى هي حق. ايوه يعني انت عندك مرحلتين، المرحله الاولى ان الانديه نفسها تكون موافقه على هذا من خلال استطلاع راي الانديه اللي هم في الدوري الممتاز، لان ممكن انديه ما توافقش كتير زي ما انت بتقول كده استاذ عصام. لو وافقت يبقى في الخطوه الاخرى هي تصعيد هذا الامر الى الاتحاد الدولي. وايا كان انت المفروض تبقى زي برضو ما قال الاستاذ محمود، عندك سيناريوين جدول انت مجهزه في حاله في الظروف الطبيعيه انه الدوري مش هيتلعب في الوقت ده. اوكي، بس انا بقى بصراحه مش موافق قوي على اقامه مسابقات بديله، يعني الكاس او اللي هي كاس الرابطه او الكاس. يعني انت بقى هتريح اللعيبه، ادي فرصه شهر كتير قوي ان انا اريح شهر لا ما هو انت برضه هيبقى عندك فرصه في وسط الموسم تلعب ماتشات وديه. اوكي، ممكن كل نادي يبقى مسؤول عن خطه اعداده، انما انك تلعب مسابقه مرحله اعداد جديده دي. نعم، ده معسكر جديد ومرحله اعداد جديده. ما انت خلاص انت مجبر، يعني انت بص انطلقت كده وبعد كده رحت ايه، كل 10 ايام بيبقى مقابلهم اعداد، كل ما يعني مقابلات. لو انت مجبر على ده لازم تتعامل معاه بهذا الشكل. يلعبوا طيب بتاع الرابطه. بص يا ريس، انا اقول لك حاجه، اصل يعني انا بحسها الانديه مش مهتمه بيها. يا استاذ جمال، لا يا ريس، انت انا وجهه نظري انك انت خلاص يعني التزم بجزئيه انه كاس العالم دي بطولة الناس كلها تتفرج عليها وحدث تاريخ الناس بالسنة كلها 4 سنين، لكن ممكن تاخد بطولة الكاس، انك انت خلاص تقول كاس دي تعامل فرض عليك البنين يعني. كاس مصر. وانك انت ممكن كاس مصر تستثنيها في الفرص، انك انت خلاص انا مع ده اكتر من بطولة يعني. بطولة اللي هي مرتبطة بالدوري اللي ايه؟ اللي انتهى. لانك لسه انت هتفكر تقول هعمل كاس جديدة في الدوري اللي هيبدأ، فانت برضه عاوز تحدد ايه؟ طرف برضه السوبر اللي جاي، يعني ايه؟ مين الحدوتة رايحة فين وجاية منين؟ فاعتقد انه دي انسب اذا الاتحاد الدولي وافق لك. ليه؟ مباريات اقل وهتبقى فتره، لانه كده كده عاوز اقول لك الجمهور والناس كلها تركيزها هيبقى رايح على كاس العالم، يعني الناس كلها عاوزه تشوف الحدوته رايحه فين والترشيحات واختفاء نجوم وظهور نجوم جديده ولا ما فيش مواهب، يعني عاوز اقول لك ايه، الحدث كبير. طبعا الحدث بتاع كاس العالم طبعا تبقى مشغول، ده في برامج بتقوم على كاس العالم. لا طبعا ما ليه، ما انا بقول لك ايه، هو انسب حاجه بامانه شديده. صعب جدا تلعب الدوري عشان يكون مسابقه الدوري تستكمل في الوقت ده، لانها تبقى حاجه نش، لكن بطوله الكاس شايف انه عدد مباريات هيبقى قليل جدا، مقبوله انك انت ممكن تلعبها وتستثني في الحاله دي برضه. حتى لو كان في نجم ولا اثنين ولا ثلاثه اللي هيروحوا مع يعني منتخبات على كاس الرابطه على الاقل. انت الاهلي مثلا لعب فيها السنه اللي فاتت بناشئين، الزمالك لعب معظمهم بناشئين، البيراميدز نفس الكلام، الفيوتشر نفس الكلام. وجود فعلا هذا مقترح جاي جدا ولازم تتحط في اجنده الرابطه. اوكي، من دلوقتي يعني يكون هتبقى تبع الاتحاد بقى.
الكاس تبع مصر تبع الاتحاد ويختاروا يحصلوا على كل الاذونات من الاتحاد الدولي انه يلعب كاس مصر في الفتره دي، لان يعني وفرصه كمان المنتخبات ان هي تتجمع المنتخبات بتاعتنا ان يشتغلوا معسكرات الاجهزه الفنيه تشتغل معاهم فنضرب عصفورين بحجر. ايوه كاس مصر مع تجمعات المنتخبات لما الدوري صعب قوي الدوري صعب قوي ان يخرج العناصر. لا صعب جدا تلعب الدوري في التوقيت ده، يعني مدفوع فيه صعب مش هيبقى ايجابي يعني بخارج المنظومه بتاعت الانديه والمنافسه تضعف طبعا، وكل نادي له حق في المنافسه. يعني هقول النهارده المنافسه بتبقى على اربع مراكز، بطل الدوري ووصيف الدوري الثالث ورابع عشان المشاركات الافريقيه. مظبوط. فده كله محتاج العناصر الموجوده والاجهزه الفنيه صحيح تكون شغاله. من سيتحمل؟ صحيح. فكاس مصر مقبول جدا ويتلعب في انا بشوف برضو ولا كاس مصر بصراحه يعني أنا موافق على برضو انه كاس الرابطه، كاس مصر برضو مسابقه تنافسيه لانه مسابقه بتتحط في الرانك، لكن كاس الرابطه واذا كانت عشان ما تخلصش بسرعه يخليها ذهاب وعوده، ما دي فائده الاجندات، يشوفوا عاوز في الشهر ده عشان اللعيبه تفضل على الفيزيكال فيتنس بتاعها وتفضل على استعدادها نوعا ما، وفي النص تجمع كل اسبوع للمنتخب حاجات محرومين منها من زمان. لكن جنب كاس مصر معلش، لانه دي برضو مسابقه بتخش في الرانك ما ينفعش تغيب فيها. ما ذنب نادي اشترى عقود لاعبين كبار صحيح صحيح علشان يقدر يصنع بيهم، يعني هي في الاخر طبعا امجاد لكنها بقت ترتبط باقتصاديات، وكل عمال يقول لك اقتصاد ومكسب وده حقيقي فعلا. انت بتكسعن بقى اللي هو بيعمل ده وما بيقعدش يقول معيش وما بيقعدش يستدين وما بيقعدش وما بيقعدش وبيوفر كل حاجه وعنده فيجن وعنده رؤيه اقتصاديه وفنيه. ايه بقى الرساله اللي انت عايز تقولها له؟ احمد زي الحاج احمد ما ينفعش ما ينفعش. هي لو هيلعبوا وقدروا يحصلوا هو كاس الرابطه ومطعمه ممكن بخمس ناشئين مفيش مشكله، وفي نفس الوقت ذهاب وعوده حسب يعني عدد المباريات اللي تحفظ لكل فريق ما تبقى منه نجوم الدوليين لو ذهبوا مع منتخباتهم تحفظ له بس ايه انه ما يرجعش يبقى محتاج زي ما محمود قال فتره اعداد من اول وجديد. بس نقطه النظام هنا يا كابتن اسلام، انا راس بيه كاس مصر البطوله اللي لم تستكمل من الموسم الماضي البوائي البوائي صحيح. ما هي بوائي الموسم اللي فات بوائي الفضلات الكازيوم فاكر زمان. اتفضل يا استاذ. فضل 22 اوكي دي فرصه كويسه جدا ايوه تنهيها تنهيها في فتره المونديال و يعني ونشيل من على كتفنا بتخفف على الانديه، لان بعد كده هيبقى عندك جدول مزدحم جدا ما بين تصفيات الامم الافريقيه والمنتخبات وما بين كمان الانديه رايحه جايه. كانت مباراه اسبوع دوري ابطال افريقيا ورايح جاي وكده يعني خلي بالك برضه السنه الجايه، بس ده السنه الجايه هيخش عليك الدوري السوبر الافريقي ده حتى الان يعني انا لم يكن هناك حتى هذه اللحظه اي تاكيدات بهذا لسه رسميا لم يتم بس ولكن بنسبه كبيره اتقال انه الموسم بعد القادم كمان مش ده يعني اللي جاي مش ده الموسم اللي بعد القادم. اوكي اوكي طيب خلينا بقى ننتقل الى النادي الاهلي. النادي الاهلي خلال هذه الفتره معلش عشان اتفضل طب ما احنا عارفين ان كله هيقف في كاس العالم لكن هل هناك في جوله حصلت على اذن في فريق حد والده جه خده من المدرسه يقوم مثلا لا في الفرق الدوري الالماني هيقف شهرين مش هيقف شهر واحد، شهر راحه اجباريه عاديه وشهر في كاس العالم مثلا. الدوري الانجليزي نفس الكلام عشان الاستعداد. الدوري الايطالي نفس الكلام لكن وفي وقت على الرغم من كاس العالم ايطاليا مش هتشارك في كاس العالم بس مش هتلعب ولكن عندها كتير في الدوري رايحين مع منتخباتهم فبالتالي ده هيتم ايقافهم. اما الدوري الامريكي مثلا
ما عندوش مشكله خالص. ده فاني جيم ده 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 دوري تسويقي ده كانك رايح السيرك. بس هو دوري صغير هو مش صغير بس في الاخر لا. هو في استثناء حصل يعني. لا استثناء لان هم بره الحكايه. لا الدوريات دي بدات من بدري يا كابتن اسلام. فبالتالي انت بره الحكايه برضو. لا كابتن داخل على الدور الثاني للاسف. هم اللي بي يعني بي بيخلوا شكل الكره المصريه كده. لكن احنا بعيد قوي عن امريكا لعبه كوره لمجرد انه ده ميزان. مش طب مين تاني يا شباب بس قولوا لي لما توصلوا يعني. لمين الدوله اللي تم استثنائها مثلا او خدت استثناء من الاتحاد الدولي لكره القدم انها تلعب في وقت كاس العالم؟ قولوا لي. اعتقد مصر مره حصلت. لا انا رايي ان هو انت تتعامل لا انت تتعامل مع هذا الموسم مش على انه استثنائي. تتعامل معاه على انه حاول تظبط الجداول بتاعتك اصلاحي. حاول ما يرضخش بس اصلاحي لاي طلب ما ينفعش دوري. بس دوري اصلاحي يعني ده التعبير اللي قاله الاستاذ سامي. اوكي اللي هو ان انت بتصلح تلعب الدوري بس تصلح الدنيا شويه على قد ما تقدر. على فكره انا متخيل ان ده قصد الاستاذ عامر حسين والله في التصريح بتاعه. انا متخيل ان هو ده قصده ان يا جماعه بس برضه حاجه مثلا النادي الاهلي. انا مثلا النادي الاهلي ليه؟ لانه النادي الاهلي علي معلول. علي معلول مسافر تونس ان شاء الله يعني. وإليو ديانج لا إليو ديانج مالي ما راحش. علي معلول علي معلول واحد من المفاتيح الكبيره للنادي الاهلي. هل علي معلول النادي الاهلي هيسكت ويسيبه يسافر؟ الجزيري والمسلوسي مع تونس. الجزيري والمسلوسي مع نادي الزمالك تمام مثلا. صحيح كويس ان حضرتك فكر. هل نادي الزمالك هيسمح بكده؟ فقصدي ان هل من الممكن الانديه اللي طالع لها لعيبه زي دول سواء اهلي زمالك او غيرهم هل من الممكن ان هم يوافقوا؟ ده اللي هنشوفه بقى خلال الايام القادمه. عشان كده انا استغربت من التصريح بتاع الاستاذ عامر حسين لانه لكن في نفس الوقت هو دوري الاصلاح او دوري اصلاحي زي ما حضرتك بتقول اللي هو ازاي نعدل الشاسيه بتاع العربيه. ايوه لو عمل كده يا كابتن اسلام هيجي يقول لك ايه؟ الله طب ما انا مديك قايمه فيها 30 هتقف لي على واحد؟ لا مش هينفع. كمل زي ما قال لك ايه هنعمل الكاس بدون الدوليين زي ما لعب الكاس بدون الدوليين. انا بكلمك اهو هيقول لك ايه زي ما عملت الكاس بدون الدوليين ولا يلعب. ما هي مرتبطه بال يعني عاوز اقول لك ايه لو انت جيت ناقشت في الجزئيه دي قالوا ان الانديه وافقت. ما لو الانديه وافقت راينا بقى خلاص ماشي هيشوف هو وضع هل هو هيوافق له وبناء على ما في. لكن ده كله ما يمنعش قد تكون هناك انديه. ما انا بكلمك ده كله ما يمنعش لو كده خلاص ده كله ما يمنعش انك انت ايه ما تعلنش جدول المسابقه. كان لازم تعلنه وانت محدد حتى عندك احس احنا بنقول كلام ونقول لك ايه بلان بي وبلان سي ودي وانا نفسي اشوفهم. عاوز افهم يعني ايه اصلا. طب عندنا احمد بلان بس احمد جوان. لما انا بكلمك يعني انا عاوز اقول لك ايه كلام حلو بيتقال على الترابيزات قدام الشاشات حلو. التطبيق في الواقع اروح طالع لك ايه طالع اقول لك اتفضل خد اهو انا قررت وحسمت خلاص وافق ولو وافق اهو موافقش اهو لو حصل عملنا كذا خلاص. يبقى انت راجل ايه طول الفتره دي كلها انت مشغول باعداد شكل الموسم الجديد بتاعك ومرتبه وبتقول خلاص احنا حطينا رجلين على الطريق من فين ناس اتفقلت لما الدنيا راحت عند الرابطه وكل الترتيبات اللي بتتم في الدوله ان الرابطه تاخد كل حاجه خلاص. خلينا اقول لحضرتك حاجه خليني اقول لحضرتك حاجه رئيس الاتحاد الجزائري قال ان هو هيحاول يجيب استثناء رئيس رابطه الانديه الجزائري عبد الكريم ادوار قال ان هو خد استثناء ولا ما خدش؟ هيحاول يسعى. قال احنا قررنا ان احنا نكمل الدوري ولكن نحطه بعيدا عن الادوار المتقدمه في كاس العالم. كاس العالم ممكن يلعب مع التمهيدي صحيح. اللي هي مباريات المجموعات يعني. وقال ان هو هيلعب يبقى ده كده بعيدا عن الادوار المتقدمه. ده كده لان الناس دي علاقاتها طبعا بالمؤسسات القاريه والدوليه متواصله اجيال ورا اجيال مش اللي وديناه قطع رجل الباقيين عشان ما حدش يروح وراه ولا بعده. احنا لينا الراجل اللي هناك يا عم. ما هو خلاص بقى ما هو قلنا بقى ان هو بيقول بكره تشوف يا ناكر خيري فما فيش امداد خلاص قطع عليك خدت الامداد كله واقف على الاوفسايد. لكن الناس دي على طول ممتده تعاملهم مع الجهات. فيبقى هو كده الساد ادوار عشان مصلحه بلده رقم واحد طبعا طبعا لان الدوله بتقف سبورت وانا شفت ده بعينيا سبورت سبورت. وحسب رويترز مثلا الدوري الصيني مستمر. انا بقول لحضرتك يبقى هو استشاف صيني استشاف كده انه بدا ياخد راي فبقى راي المنظومه الدوليه العب في الادوار التمهيديه يا استاذ جمال العب في الادوار التمهيديه لان برضه هم مسوقين يا جماعه مش معقول شعب 110 مليون يبقى مشغول بحاجه وهم بيعين تلفزيونات ده بيبيعوا بالنفر
يعني بيتوقع كل بيت كل سطوح في كم واحد في المبيعات، لكن احنا هنا مش بتوع بيع ولا شراء. بتاعتي هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في يعني اخر 10 دقائق في الحلقه، ونقدر نتكلم سريعا عن النادي الاهلي. ما عندناش اخبار كثيره تخص النادي الاهلي، ولكن في النهايه اعتقد الشكل العام بيدي تفاؤل للجمهور الاهلاوي. انا عجبني جدا اسلوب العمل من خلال الفتره اللي فاتت، الاسلوب اللي هو بيتبعه كولر، يعني واضح جدا ان هو كشخصيه شخصيه مدرب عارف هو بيعمل ايه، ويعني ناوي ان شاء الله على حاجه كويسه. بدليل ان هو عامل نظام طبعا اليوم الكامل او التدريبات صباحا ومساء، ومهتم باللياقه البدنيه وارتفاع المعدل، ده مهم جدا. وانا بعتقد انه في نهايه فتره الاعداد هيكون عندنا مكسب كويس قوي لكل اللعيبه اللي بعدوا شويه عن مستواهم في الاسابيع الاخيره من الموسم اللي فات، فبعتقد انها تكون بدايه كويسه بصرف النظر بقى عن الماتشات الوديه، ويعني مش هنتكلم فيها لانها كمان لم تذاع يعني. هنتكلم في احنا ولا يعني حتى ولا النتائج تفرق، المهم ان هو بيكون بيكون فكره كامله عن كل اللعيبه. وكل اللي اتكلموا عن كولر بيقولوا، حتى السويسريين او الاجانب، يعني النهارده كنت مستضيفين اللي هو رئيس نادي سويسري جراسهوبر ده تعامل معاه، فهو بيقول لك ان هو بيمتاز ان هو اهل الثقه مع اللعيبه، يعني بيحب بالظبط ان هو يقرب من اللعيبه، وده مهم جدا لان ده هيغير اداء لعيبه كتير جدا يعني. أوكي. عندهم اصلا الامكانيات الفنيه وكل حاجه، ممكن يكونوا بعدوا شويه بسبب الارهاق والكلام ده، انما انا بعتقد انها تكون بدايه كويسه للنادي الاهلي. استاذ محمود، لا في الامر كابتن يبدو مختلف بالنسبه لكولر. اوكي. يعني من خلال المتابعه مختلفه في ايه بقى؟ ان الراجل مهتم بتفاصيل صغيره جدا. بالظبط. يعني مثلا بتعمل جلسه استشفاء ودخل عليك، وهو لازم يتابع بنفسه على فكره، ما بيسيبش يعني مساعدين. اوكي. هو اللي دخل. ايوه طبعا. أوكي. ودخل ليك ماسك موبايل وانت بتعمل، دي مشكله بالنسبه لك كلاعب، مشكله كبيره جدا. في تحذير مره واثنين والثالثه يبقى في عقاب عليك، عقوبه على طول، ما فيش وقت، ما عنديش، ما تهزرش، ده ملهوش مكان في الحدوته، انت كده في شغل، فما تاخدش معاك موبايل وتحط. لا، دوره ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه الحاجات التحفيزيه اللي بيعملها، اللي هيسجل هياخد، اللي هيعمل حاجه كويسه تلقاه بيكافئ لعيبه كده مع نفسه. دي برضو من الحاجات اللي هي ايه، اللي هي التفاصيل، التفاصيل دي بيقرب يقرب ويهزر، لكن ايه، لا شخصيه صارمه. انا محبوب الشخصي، اتمنى له التوفيق. اتمنى له التوفيق، وهي عنده بدايه صعبه جدا مع الاتحاد المنستيري، واللي ما يعرفش الاتحاد المنستيري بنقول له انه ده تاني الدوري التونسي الموسم ده، خسر الدوري بفرق نقطه عن الترجي، فمباراه في غايه الصعوبه، ثلاث مباريات الوديه اللي هم شغالهم هيلعب بكره مع نادي الطلايع. تدريجيا برضو كان اختيار موفق انك تبدا واحد، تبدا اثنين، فتقدم بالثالث. فاعتقد انه دي برضو هتكون جهزت شويه، لكن لسه عاوز اقول للجمهور يا جماعه، لسه ما تاخدش قرارك وما تتسرعش زي ايه اللي بيحاول مثلا يحكم على فيتوريا مثلا مع المنتخب، هو شايف ماتشين فعاوز يقول لك ايه القرار، ان الراجل ده الناس دلوقتي بتقول لك ده ما عندوش فكره، ده احنا اصطدمنا خدنا. لا، كولر جرب في كل المباريات اللي فاتت على فكره، كان بيلعب شوط بفرقه وشوط بفرقه، يعني ايه، بيجرب بيشوف كل الناس اللي معاه امكانيات عشان يبني التصور، ولسه في ناس عندك ما جهزتش، لكن في التفاصيل والكواليس اللي جوه لا، في شغل بيتم، في عمل كبير. توفيق ربنا ومسانده الجمهور في اللحظه اللي هيظهر فيها الاهلي في اول مواجهه رسميه مع بتاعها تكون مهمه جدا طبعا، وطبعا انك تحقق نتيجه في مباراه الذهاب في تونس هتبقى برضو شيء كويس جدا على مستوى الارض، هيديك دفعه معنويه تبني عليها، زي اللي عمله، مش عاوز اقول فايلر،
يعني فاير لما جت بدايته مع كاس السوبر بالظبط وفاز بيه 3-2 بعد مباراه من اروع مباريات الاهلي حصل فيها اصابتين في البدايه كان في اتعرض لاصابتين في اول ربع ست ساعه قلبين الدفاع لكن عايز اقول لك ايه لا في شغل ها مش عاوزين نبالغ عاوزين مسانده ايجابيه عاوزين دعم اللعيبه نفسها اكيد حاسه ها بانه الامور لم تعد تحتمل لانك انت خلاص عندك مباراه دور 32 مباراتين في دور 32 وموسم هيبدا وبعد كده عندك مواجهه في كاس السوبر في دبي هتكون او في العين هتكون في من الحاجات المهمه جدا طبعًا. اللي جمهور الاهلي بيترقب طبعا الاهلي يترقب الاطلاله طبعا في استاد الهزاع مزاي فاعتقد جمهور الاهلي كله مترقب مواجهه ظهور الاهلي وناس كتير جدا زعلانه وكان نفسها تشوف المباريات بس قلنا يا جماعه دي وجهات نظر المدير الفني بيحاول يحافظ على مش احنا يعني ما لهاش يحافظ على لعيبه هو الراجل بيحافظ على ماتشات كوره على كابتن اسلام بيحافظ على شغله وبيعمل لسه مباريات تدريبيه لسه يعني المساله لسه فيها شغل وفيها عمل كبير جدا بيتم على المستوى الارض بيتم لكن الظهور الاول هيبقى قدام الاتحاد المصري اكيد الناس كلها مشوقه اكيد ان شاء الله اللعيبه ان شاء الله باذن الله هيكونوا حاضرين ان شاء الله بيعملوا مباراه كبيره ان شاء الله باذن الله. استاذ سامي انا شايف ان كولر جه في وقت مناسب جدا لا عفوا هستعمل تعبير انه مع فريق مريض يعني اصابات كثيره جدا اللعيبه بعيده عن مستواها الناشئين شكلهم مزرب محتاج شغل تقصد فيعني الفرقه محتاجه شغل كثير بطولات ضايعه فيعني كل ده سلبيات كانت في رصيد قدام كولر اول ما جه ويعلم ان في المدرب اللي قبل منه سواريش ما خدش فرصه فبالتالي هو شغله كتير جدا شغله في الفتره اللي فاتت كان كتير فعلا ودقيق انه يقعد مع اللعيبه يتكلم معاه بشكل فردي صحلا تفاصيل صغيرة ومهمة بالظبط كل حاجة دي حاجات مهمة جدا انه يبني فريق من اول جديد الإدارة وقفت معاه وقفة إيجابية جدا بالتدعيمات اللي حصلت لوصول إلى استعادة بطولات الأهلي يساوي بطولات الأهلي يساوي بطولات طبعا يعني ده قناعة الجماهير ومش هتنازل عن كده فبالتالي أنا شايف إن الشكل العام مع كولر لم تتضح تفاصيله بعد ولكن في شغل في بيبقى في علامات يعني على فكرة يا أستاذ سامي أميز حاجة كمان في شغل ومفيش كلام دي مهمة دي المهمة الله عليك دي مهمة جدا صحيح اتفضل يعني بالتالي الراجل شغال وعارف الثقة المهمة الملقاة عليه وعلى جهاز معاون فأنا شايف إن الأهلي هيكون في هذا الموسم مختلف كلياتا خاصة مع عودة المصابين جيش فرقة بالكامل يعني في كشف المصابين ان شاء الله يعني يبقى موسم مميز جدا للاهلي طيب ببطولات اهم حاجه ان شاء الله استاذ عصام الاهلي هذه عاداته يعني اذا كان كل فاصل من السنوات بيحصل دروب يعني او شويه زي ما قال كده برد يؤدي ربما لنزله تقيله شويه بيتعافى جدا لكن حسنا فعلت الاداره انها رجعت تاني ل الإغلاق والعمل لتحقيق نتائج وتحقيق المقولة التاريخية للنادي الأهلي المدرجات لها كل الحقوق في الفرحة لكن عليها أن تصبر على العمل يعني طبعًا. مش لازم كل شوية أقول لك لأنه طبعا في دايرة كده بعد ربنا سبحانه وتعالى لأن الشعار جمهور الأهلي هو حمافة ما حدش بيقدر يقفلها والحمد لله الأهلي وإحنا كنا بنقول كده في الموسم اللي فات إذا ركب إسكواد او استكمل السكواد بتاعه لانه استاذ سامي قال حاجه مهمه في جيش جرار كاد ان يفقدوا النادي الاهلي من نجومه الاساسيين ايوه فتره الراحه اعادتهم ما شاء الله يعني حاجه تانية خالص
والراجل بقربه الاحترافي من اللاعبين، وانت اشتغلت مع النوع ده من المدربين اللي هو مبتسم ولطيف، وفجاه انت مين وفجاه انت مين قبل الخط وبعد الخط. انا بقول لك انت مين، الله عليك. وبالتالي لما يقول لك انا عندي صفقات زي كهربا زي بيرسي، لو طلع من اصاباته، لو عندي فلان بقى صفقه، بيعتبر ان هناك صفقات جديده، بيصبر لغايه لما يشوف الشكل الاساسي حتى للصفقه اللي عايز يستقطبها من خارج النادي. لا، في عمل احترافي على الارض، في عمل نتاج جهد الاداره والجزء الفني هيبان كويس قوي. اعتقد ان في مباراه اضافيه بعد المباراه الثالثه، لانه هيحب يلعب بعض الاساسيين والعائدين الدوليين، يعني مباراه بقى اللي هيحط فيها كل ما هو تكتيك علشان يبدا الموسم مع اتحاد مانشستري. وما علمته يعني ان بيقول للاعبين يعني انه احنا مش فاضيين نسمع حد، ومش فاضيين ندور على اي حاجه اضافيه غير ان احنا نشتغل. فريقه هو فريق مفعم بالبطولات، واعتقد ان اتقال له ان البطولات فرض عين، ولا يمكن للاهلي ان يمر موسم من غير الدوري حتى لو كان خد البطولات الدوليه والقاريه. يعني لا، في نتاج العمل ده اتصور انه مبشر. النتائج بقى طبعا في علم الغيب سبحانه وتعالى، لكن في الاخر النتائج او المعطيات تؤدي الى نتائج. مين يقدر يقول غير انه ده رايح ان شاء الله في طريق عوده النادي الاهلي؟ ما هو النادي الاهلي ما ينفعش الا ان يكون عائدا، وده شويه اللي مخلي الجمهور يمكن بيزعل حتى مننا احنا باعتبارنا قريبين وفخرين من النادي الاهلي، ان احنا مش قادرين نقول له مين، لكن بناكد له ان لازم مزيد من الثقه في الاداره. مزبوط. التي تعد ولا تخلف. يعني في صفقتين، في صفقتين بس حتى الان الخطيب فقط ومن معه هم الذين، عنديش معلومه يعني بصراحه، انا بقول لحضرتك هم الذين يعرف، لكن اكثر حاجه اللي عندي ان في ثلاث صفقات متاكدين بالظبط، ان احنا متاكدين انه ده اوان خلاص ربما الوصول او حجز الطيران يعني. فابشر، خلاص هي هانت 10 اكتوبر ميعادك مع فعلا مفاجاه، بس مفاجاه بجد مش زي جيراننا يعني. يا رب ربنا يسهل ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال، شكرا جزيلا يا استاذ محمود، شكرا جزيلا يا استاذ سامي، شكرا جزيلا يا استاذ، شكرا كابتن اسلام. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم بكره في تمام الساعه 11 وحلقه جديده الساعه 10 بكره، الساعه 10 معلش، بكره الساعه 10 ان شاء الله في حلقه جديده من البيت. ما تنساش الجدول شكرا جزيلا.